والسلام عليكم ورحمة الله. يا هلا والله، هلا بالعيال. شو هلا بالعيال، ها كلام أبو زيد. يا حيهم يا مرحبا مليون، حي بالجميع. ويلكم تو التاب ثربي، التاب ثربي جيمنج ثربي، قناة خليل جيمنج، وين كل حد يطلب مني من فترة ارفع صوت المايك. انا اسمع صوت عالي ترى، يعني على فكرة يوم اسجل الجيم هوم بيس ستورم شيلد ديفنس زين ومسوي الجيم اسمع الصوت عالي الصراحة. يا جماعة الخير شو مشكلة الصوت؟ شو جلوبال زين؟ انا بلعب سولو ما بلعب يا حد غصب يعني ولا شو؟ موب طبعا الحلقة الثانية وبعدنا ما عرفنا الجيم وبحدي استكشف الجيم وما اعرف شو السالفة، لكن اسمعوا هاي استعدادية كاملة تبطل غرشة العصير. بس بنشوف شو سالفته، بنلعب لنا جيم اليوم، نتعرف على المكان، نتعرف على الجيم. آخر مرة لعبنا كان الجيم حماس بصراحة. المشكلة أشوف بس أونلاين ولا كيف هي؟ زين إذا أنا بسولو يعني ممكن ما بغيت ألعب مع تيم. أوكي بروحي سكواد هوم بيس. شو سكواد أرمل كله مسكر عندنا؟ لانش روح خلينا نشوف. استابلش ذا ستورم شيلد ستورم الى اخره. سوي بجريدات بعد. اوكي هي لاني صرت هناك وطلقت الصاروخ وانقذكم. هلا ابوي. اطوف؟ لا طبعا. خلنا ارفع لكم اخر مرة قلتوا لي ما شي صوت للعبة صح؟ الحين قطعت 100% ترى يعني. خلنا نرفع صوت اللعبة نشوف شو انتو ناقصنكم. اتذكرها في الجيم بعدله. هذا المزيون اللي عندي طلعت سلاح. هلا بوي. واو بوك منجي عايش السالفة استكشاف تايم. اوكي خلنا يمنع سمان. خلنا نشيل كل شيء. شو اكتبيت ستورم شيلد يا حبيبي؟ انا بخشب. اظني فكرة اللعبة تسوي بيس ديفنس، دفاعات عن القاعدة، واذا بندافع عن القاعدة طبعا لازم اول شيء. شو هذا؟ فطر. فطر بس اعطاني شيء. ليش؟ اروم اطلع؟ لا ما اروم. كله فايبر كرافتنج ماتيريال. خلنا نشيل الخشب. ليش ما عندي وايد خشب؟ 300 جمعنا هناك. يا ريتني جمعت اكثر. الحين اقول خاطر ريتني جمعت هناك اكثر. نبني قاعده محترمه. اكتيفيت ستورم شيلد ديفند يور ستورم شيلد. زين خلنا نسوي الاكتيفيت. ري اكتيفيت ستورم شيلد. واو بوك. But we don't have the resources to build that quite
يعني قص علي يعني. اوكي حبيب والله، طرش لي سامان نايس. دخلنا انزين، press F1 to select walls then press left click then materials strongest. اوكي بس هني شو؟ زين ليش مرة مسوي له تي تو كوب وول تراب؟ لا بليس تراب. انزين خلنا نبني هذا، بس هذاك ما بنيت طابوق، شو الحل وياه؟ دار خشب كترة، بس هو حاط لي مخطط جاهز. ها مش مخطط مالي. زين انا بعدل ليش مرة ما حطيت جي تو ادت. لفت كليك هذا صار لازم يكون لداخل تعبان، لأن هذا بالغلط محطوط أصلا. يدار كتر أصلا. لفت كليك تو بيلد. لحظة وين بيلد مود؟ برس دي تو انتر اديت مود. برس لفت كليك ويمك ات ذا سنتر بلو، نخلي مكان فاضي. اوكي بعدين حطي هذا لداخل ونبني شو؟ نحط باب فيه. مفروض بالعكس اظن. زين فلورز ها كلها خشب. اف 2 تو سيلكت فلورز، خلينا نحط فلورز نشوف شو المخطط اللي يبونه الحين نسويه. نحن عندنا ريسورس زياده، لكن انا المفروض اسوي هذا. شو ما اقدر اسوي الادت، قاهرني. سكر. انزين then build ceiling. اوكي فلور هو نفس السيلينج. الارضيه نفس السكر تسويها. اوكي الحين دور اكوب وول وذ تراب تي. ما عندي شيء الا هذا. اشو وول سبايك، هاي شكله زين. اوكي هني اروح احط تراب، ما اعرف السالفه بس. اوكي ونطلع من الجي مود. اوكي فهمت، بس لازم اجربه. شو قال لي؟ روتيت اف صح. هني ما بنحطي ليش مرم احطي هذا هنا، احطي هذا هنا. اوكي اي كونستراكشن سكيل زي خرابيط. بي من ساوث. في اتجاهات وايد. خلنا نشوف اللي بيدخل.
يندم خيب التراب. في هذا في أن هذا، شو الفرق بينهم؟ الزين بنشوف. ما اعرف شو السالفة، بس جرينيد وين اكس؟ ليش مرة مفرة؟ يلا نروح نصلح. كرافت، وزين الكرافت؟ زين خلنا نشوف شو بنقدر نسوي. سكر الباب. مو زين اكسبان شيلد. يلا خلنا نسكر. شو السالفة؟ شو السالفة؟ هلا ابوي بيتشر. يا تجرب على الجدار مالي. سنو ما بتو يتاك فروم ذا ساوث، من الشمال. نحن على الاس على الميني ماب. اوكي ابو يفتحوا لي ابو جريد وسوالف. جب خايس. مو فول. نايس هيد شوت. مشكلة ما باخذ الرصاص، ما اعرف بقدر اسوي رصاص ولا ما بقدر. تعال تعال ايزي. يلا سير فيه. والله شوف الوضع. وين اللي عق عظام تو من الساعة؟ اهم شيء ما يني العود هذاك الخايس اللي انا ذايك الحلقه تعيدون. ها منو الدب؟ خيبه. في حاجه جايين هنا في الوي. هذا ها شل. لا خلنا نشوف التراب زي اشتغلن. خلنا نشوف التراب زي اشتغلن. تعال منو قال بتفر علي التبن؟ ها شو؟ على شيلد الخايس. ها وين بيني؟ خازوك. تعال اوكي يلا. وين الشيلد؟ اي يا رصاص هذا. لا لا هذا اوكي. الويف هذا بنسوي اوكي، بس شوي خلنا نكون عنيفين بزيادة. تعال 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 حبيب. والله سيف فنان هذا. اوه بينكسر. دمي نزل. وين فورت اندر اتاك؟ هذا اول مشوار كان ترى هجمة الاولى، يعني اول درع واول هذا. بعدنا مش عارفين الطبخة، بس لا زين وايد زين.
شو هذا مشان ما يمسك بلدنج 204 دنيا. يعني عندنا وقت، اهم شيء عندي وقت اني ابني على راحتي. خليل كهوم، هلا والله خليل كهوم. ليفل اكس بي جين ليتس جو، يو هاف وان جيت وان سكيل بوينت. هوب يا الصناديق حبيب، بعد جيب كنتني كل هذا اخر شيء صندوق واحد. كنتني هون بس الحين خلنا نستكشف المنيو. نحن فعليا ما اعرف ولا شيء عن المنيو، خلنا نستكشف. اللي كان جمب اوفر انا عارفه صار انا افاليبل ناو، ما ادري انا افاليبل ناو، ما اعرف انا خلطان افاليبل ناو الى اخره. خلينا نبطل. ليفل 3 لوت، شو هذا؟ يوست ليفل هيروز اند ديفند كان بي فاوند ان المس باي ريتارينج هيروز فور ديفندرز. ها شو كليم يور فري ريورد الى من. طب اوكي كولكت اول هوم بيس ديفنس 1 وب بب 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 شوزن valuable currency نبا. Okay. The loot tab now is available. Nice. Claim. حلاوة. اوب 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 سلاح الدنيا. ذهب ما ادري شو. بك. شو بعد اذا كليم عشو خلاص ما في كليم. وشو يعني بيشرشني ولا شو؟ ما اعرف انا الحين بس دقيت ترى. شوف الرشاشات، شوف الدنيا. اوب اعطاني هذا سرفايفر باك. ما بشتري خلاص، كان فري الحين ما بشتري، كان عندي اثنين. وين وداني هذا؟ هيرو. اظن هاي يوم اشتريت الباك، لان اشتريت البريميوم باك. ف ما مال ستاندرد اديشن. شوفوا هذا كل الباكس قدامكم عشان تعرفون كم ريوردز. كولكتور سكيل تاب نو از افاليبل. شو اللوت؟ انا عندي واحد هذا. وان ليفت 5 3 كليم 5 بشله كله. اي شيء يطلع لي الحين بنحتاجه. سرفايفرز والله حلو، عندنا سرفايفرز وايد. الى اخره الى اخره الى اخره. خلنا نطوف اللي بعده. كسره شوف الجوائز. بعد سيرفايفر فيري نايس. انا ما اعرف سالفه سيرفايفرز، بس اذكر اني يوم شفت اللعبه ودورت عليها في او ابجريد نايس هيرو ديفندر سيرفايفر. بعد شو هذا؟ بعد هيرو نايس. اظن كان في هيروز 5 هيروز مع الباك اللي اخذته. رير بيستول رير شوت جان. شوتجن ديفندر ابك يا حبيبي. ابك سرفايفر. سرفايفر ما اعرف شو اسمه، بس ديفندر انا احيد في ناس نحطيهم في البيس. دقه هيرو كمان نشوف. رير كلاب رير اوكس. اوكس طبعا. اوركاي 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 دي يعرفوه ويعرف شو شوفه. ما اعرف شو قاعد اخذ ترى على فكره. دقه كسر واندر سرفايفر سكيماتيك. والله وايد اسلحه طاح عندي الصراحه، شيء جميل. بس عندي ايبك ثينكس. المشكله لازم اتعلم كيف. عندي واحد ماني ريورد ابجريد لاما روبن لاما، ما انا باكلهم
كم عندي 100 يعطوني ملكين بعدين بيمنع بناخذ. زين قلت له كمان 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 خلاص الحين قام يطيح لي بك ما قمت تشوف هاي لوكي عادي بك كوست انستراكت ليدرشيب هوم بيست ستورم شيد الى اخره انا بصير سكيلز سكيلز 3 الحين شو السالفه لا تسالوني ما اعرف شو هذا مجبور زين 3 واحد مره يصير مكان يو حبيبي يا حبيبي برشيز ما اعرف يسوي حتى ما قريته نكست اوكي ان شاء الله ان شاء الله اسكيماتك يا حبيبي شوف كم سلاح عندي في ابجريد ها ليفل اب افالي بموبا اذا بسوي ليفل اب حق شيء رير زين ام 16 عندي اذا بسوي شيء بسوي ام 16 ابجريد اكيد افاليبل كونفيرم خلنا نشوف شو بيستوي بس باك وايد يصير هنا وايد يبغى لي حق الابجريد ها فيفرت كومبير سي هذا يكون ون اوف ماي فيفرت باك اول هيروز كم هيرو اعطوني انا هذا شو يسوي شوك سبيشالست مودرن سبيشالست ريج اوبن انكريس 10% تشانس اوف فايند دبل لوت اوه بيلد سبيد انكريس تشانس هاي ليش عندي اثنين منها هاي شو انكريس بيلد سبيد وانا بقول هاي الاحسن ها انكمان اخضر بعدين رير لا رير احسن الحين ما ابغى هاي الحين شو يسوي هاي شو تسوي الحين 10% وايت هيروز عندي شو الفايده منهم اكتبوا لي تحت في الكومنت ترى ما اعرف شو الفايده منهم هاي شو تسوي كريس تشانس تو فايند دبل لود باي 6% لا لا هذا شكله وحش شوك ويف هاي شو تسوي تعال قنبله لا مو با هذا وال ليفل اب مالهم بيطول مو بقى الحين لا اول سيرفايفرز وات دو سيرفايفرز دو ذس از ذا ثينج ما اعرف بس هاي ابك تكون نايس ديفندر ابك ابجريد بيقول لي افاليبل بس ما بسوي باك باك اوكي هني الكلام هذا ما نبغى هذا ما نبغى ابا هذا اهي ايوه هذا الكلام ايوه طبيعي هذا الكلام نبغى هذا هني ليش مره مش السراح اكثر باقي في الشنطه يعني ما اعطوني 60 شيء ايوه هذا ايوه كتنا يا حبيبي فنان ها ما با ما با ابيعك شيء ثاني في شنطة ما يصير ما ادري امو اوكي بحتاج امو ميديم بولتس امو شل الحين هاي الشي يحتاجون هذا يحتاجون هاي اسوي له كرافت ولا مورم ياخذ مني شو اسمه هاي ريسورسز كل شيء كوستي يعني
فاوند التول بوكس سكريتش، الحين كان ناقص عندي هذا، بس 300 طلقة بوقف. هذي بولتس ما نبغاها ما نبغاها. ترابس هاي لازم ابجريد صراحة، هاي اللي يبالها ابجريد. ماتيريال عندي هاشو فور ميني جادجت اكسبلوسيفز تيب زين باك. شو باقي ريسورسز؟ هاي اللي بعدين بتفاهم انا شو يسوون شو ما يسوون. خلنا نشوف، تعرفون اكتبوا تحت في الكومنت بنشوف شو السالفة. زين بس وين الحين؟ قلنا شو نبغى نحن؟ ترابس، وين ترابس؟ اوكي هاي المرة من الحين احط هيرو ثاني. زين هاي مو بها انا تشينج وذ ذس وان سلكت. شوفوا الهيلث مالي احسن. سكواد بونسز ليش مره ما اضيف حد هني؟ طبعا هاي حلقتنا اليوم خالصة، ما نبغى نشتري، نبغى يو هاف 300 ما نبغى هذا. ابغى اشوف وين اسوي الترابس ولا لازم ان جيم، بس اكشف بعدين وبشوف وياكم. شكرا لحضوركم الحلقة، هاي كانت حلقة اول هجمة، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية على خير. بنعدل على القاعدة وال هذا لا 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 المهمة الأخيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.